الهدف كان بيساند يا جماعه ان احنا نحول سيجنال من ايه؟ من كوتينوس سكرين. وليه مهم ان احنا نحول سيجنال من كوتينوس سكرين؟ علشان البروسيسنج بتاعها مواصل البروسيسنج ممكن لو عايزين على الكمبيوتر مايكروكنترولر تي اس بي لازم ناخد شغال ايه الترانسبورت اللي احنا خدناه لحد دلوقتي؟ خدنا لحد دلوقتي كونتينوس تايم فور اي سيريز صح؟ اخدنا ديسكريت تايم فور اي سيريز، اخدنا كونتينوس تايم فور اي ترانسبورت، اخدنا ديسكريت تايم فور اي ترانسبورت. تفتكروا يا جماعه لو انا عايز اتعامل مع سيجنال في الحقيقه العادي من ناحيه بريودك ولا اخر بريودك؟ معظم السيجنالز يعني هتبقى ابريودك صح؟ فانا مهتم ان انا اتعامل مع السيجنالز الابريودك. بس لو انا عايز ابروسس الكلام ده جوه الكمبيوتر، انا عايز ابروسس الكلام ده جوه الكمبيوتر، ابروسس سيجنال، معناها انا عايز ابروسس سيجنال في التايم دومين بس ولا في التايم دومين فريكونسي دومين؟ تايم دومين فريكونسي دومين. يعني لما اجي اقول عايز اعمل فلتر مثلا، عايز اعمل فلتر دي معناها ان انا حابب ان انا اعمل فلتر في الفريكونسي دومين صح؟ عايز اعمل انفرس للسيستم يبقى انا حابب ان انا اعمل الكلام ده في الفريكونسي دومين صح؟ عايز اشيل ايكو، عايز اعمل اي حاجه من الحاجات اللي احنا ممكن نتكلم فيها قبل كده، حاجات في بروسيسز كتيره ممكن نبقى حابين ان احنا نعملها في فريكونسي. طيب بس انا لحد النهارده انا اتعاملت مع ترانسفورم بيتعامل مع ابريوليك سيجنالز اللي هي سيجنالز ديسكريت وابريوليك، بس الترانسفورم ده كان بيطلع لي في الفريكونسي دومين سيجنال كونتينوس صح؟ فما كنتش بعرف ان انا بروسيس السيجنال الكونتينوس دي. يعني ايه مش بعرف بروسيس؟ يعني انا دلوقتي وانا شغال في الماتلاب انا بتعامل مع فيكتور صح؟ فيكتور بيخش لي فيكتور معين عايز ابروسيس الفيكتور ده يطلع لي فيكتور تاني. فيكتور معناها ديسكريت سامبل صح؟ مفيش فيكتور يتخزن فيه كونتينوس سامبل. يعني الكونتينوس سيجنال معناها انفنت نمبر اوف سامبل صح؟ انا عايز اتعامل مع لا مش انفنت نمبر اوف سامبلز، انا عايز اتعامل مع سامبلز محددين. النمبر اوف اليمنتس في الفيكتور ده بيعبروا لي عن السيجنال تعبير تاني صح؟ احنا في الترانسفورمز اللي احنا اتعاملنا معاهم كلهم دول في ترانسفورم واحد هو اللي كان ينفع يشتغل بالشكل ده اللي هو ايه يا جماعه؟ ديسكريت تايم فورير سيريز. ديسكريت تايم فورير سيريز، ديسكريت تايم فورير سيريز هو بيتعامل مع الوقت. الفرق الوحيد ان بيتعامل مع بريوريك سيجنالز. بريوريك سيجنالز البريوريك بتاعتي هنا تبقى ان كابيتال صح؟ بياخد البريوريك سيجنالز اللي هو البريوريك بتاعتي اللي ان كابيتال دي بيحولهم للكوفيشنز عددهم ان كوفيشنز. بس مش ان كوفيشنز بس، الان كوفيشنز دول بيتكرروا. لو انتوا اخدتوا على طول محمد فتحي ان الفورير سيريز كوفيشنز بتتكرر. اي ام تساوي اي 0 واي ان بلس 1 تساوي اي 1 وهكذا. صح يا جماعه؟ يبقى انا عندي النوع الترانسفورم ده ينفع معايا. بس مشكله الترانسفورم ده ايه؟ مشكلته الوحيده ان هو بيتعامل معايا يا شباب؟ مع بريوديك سيجنال. مع بريوديك سيجنال. وبالتالي فانا عايز ابص على الابريوديك سيجنالز ان هي ايه يا جماعه؟ انها بريوديك سيجنالز. عايز ابص على الابريوديك سيجنالز صم هام انها بريوديك سيجنالز. فاحنا التوبيك اللي احنا هنتكلم فيه او نوع الترانسفورم الاخير اللي هنتكلم فيه وده انا شايف ان هو من اهم الحاجات اللي انتم هتعرفوها اللي هو اسمه دي اف تي. انتوا يا جماعه في الماتلاب في حاجه اسمها اف اف تي في الماتلاب صح؟ الاف اف تي ده استخدمتوه اكيد في اللاب او حاجه زي كده، بتستخدموه في البروجكتس دايما هتستخدموه في سنه ثالثه هتستخدموه لحد سنه رابعه. الاف اف تي بتاع الماتلاب ده بيستخدم او جواه بيعمل الدي اف تي اللي احنا بنشرحه دلوقتي كويس؟ فاحنا عشان نعرف نستخدم الاف اف تي بالظبط لازم نكون فاهمين هو الدي اف تي ده عباره عن ايه ماشي؟ فهو الدي اف تي هو طريقه ان انا بسكريت سيجنال بتعامل مع سكريت سيجنال في التايم وبتعامل كمان مع سكريت كوفيشنز فين يا شباب؟ الفريكونسي. احنا قلنا ان الكوفيشن او الترانسفورم اللي احنا عاملينها معاه بالشكل ده هو سكريت تايم فور سيريز. فالبريودك سيجنال وذ بيريود ان از ريبريزنتد ان فور سيريز كوفيشنز. مش عايزين ننسى حاجه كمان ان انا عندي هنا هو في الاخر الفورير سيريز ده عباره عن ايه؟ عباره ان انا بحاول اريبريزنت السيجنال بتاعتي الوقت بحاول اريبريزنت السيجنال بتاعتي ب ان ديسكريت كومبلكس اكسبوننشالز صح؟ كل واحده منهم بريود كل واحده منهم بريود. فانا عندي الايكويشن اللي فوق دي البيزنس فانكشنز بتوعي اللي هو الايكويشن اللي فوق بتقول لي لما السيجنال بتاعتي من الكوفيشنز مضروبين في البيزنس فانكشنز. البيزنس فانكشنز دول لما كيب 0 تبقى يو سي جي 0 لما كيب 1 تبقى يو سي جي 2 باي ان على ان لحد يو سي جي 2 باي
n minus 1 في n على n، صح كده يا شباب؟ كل كومبلكس اكسبوننشال من دول سكيل ويبقى فورير سيريز كوفيشنت، يعني اكس اوف n بتاعتي عباره عن a 0 فيريوس j 0 و باي m على n تاني، صح كده؟ ال e اوف j تاني بيزنس فانكشن اللي هي e اوف j 2 باي n على n بروف a 1، e اوف j 4 باي n على n بروف a 2، e اوف j 2 باي n minus 1 n على n بروف مين يا شباب؟ n minus 1. خلي بالك انا هنا عندي كام سنتر في التايم يا شباب؟ n سنتر في التايم، n ستيك سنتر في التايم. صحيح هو بيرياضي بس هو ستيك n سنتر. اتحولوا لي n ستيك كوفيشنتس في فريكونسي. خلاص؟ ايه دي الفكره اللي عندي؟ انا نفسي نفسي يكون عندي n مصروف كده ياخد n سنتر في التايم، n كابيتال سنتر في التايم، يحولهم لي ل n كابيتال ستيك كوفيشنتس في فريكونسي. خلاص؟ انا كان عندي ترانسفورم عرفته اسمه ديسكريت تايم فورير ترانسفورم اللي هو انت بتحطوه على دكتور محمد فتحي. ايه ديسكريت تايم فورير ترانسفورم؟ ديسكريت تايم فورير ترانسفورم دي المعادله بتاعته بيطلع لي اكس اوف جي اوميجا تساوي، او بيقول لي اكس اوف جي اوميجا تساوي السبمشن اللي اتصدر. خلي بالك السبمشن ده بيتعامل مع ابريورينج سيجنال، وبالتالي الان بتاعتي يا شباب من كام؟ من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه. بيتعامل مع ابريورينج سيجنال، مفيش هنا حاجه اسمها ان كابيتال. هو x of g اوميجا بيساوي سبمشن n بيساوي ما لا نهايه، ما لا نهايه x of n equals minus j اوميجا n. نفتكر ده بيكون ابريوريك سيجنال في التايم يحولها لكونتينوس سيجنال في الفريكونسي. السيجنال الابريوريك في التايم دي ديسكريت، صح؟ يبقى بياخد سيجنال ابريوريك وديسكريت. ديسكريت سيجنال في التايم بتتحول دايما يا شباب في الفريكونسي من ايه؟ البريودك سيجنال والبريود 2 باي، فبالتالي الاكس اوف جي اوميجا عندي دايما ببص عليها ان هي سيجنال كونتينوس كده، صح؟ بريودك كل 2 باي، صح يا جماعه؟ بيكوز اتس كونتينوس في الفريكونسي دومين، اتس فريكونسي دومين ريبريزنتيشن كانوت بي ستور اور بروسيس ديجيتال، صح يا جماعه؟ طيب ايه بقى يعني طب انا عايز بس السيجنال دي كانت ظريفه، السيجنال دي بتبريزنت السيجنال بتاعت الفريكونسي دومين. طب معلش فوق يا دكتور الابريودك سيجنال ان تايم هتبقى كونتينوس سيجنال في فريكونسي، ماشي ده تمام انا مش فاهم يعني ايه بقى ديسكريت سيجنال ان تايم هتبقى بريودك وستو باور ديسكريت برضه يعني ديسكريت ابريودك سيجنال ولا ديسكريت بريودك سيجنال؟ اي ديسكريت سيجنال بريودك ماشي بريودك اي ديسكريت سيجنال ديسكريت سيجنال. فاكر انت المره اللي فاتت في سامي كان عندي ديسكريت سيجنال في التايم صح؟ الاسبيكتر هيحصل له ايه؟ الكرب صح كده؟ لو انت كان عندك ديسكريت سيجنال ديسكريت سيجنال بس السامبلنج تايم بتاعها 1 اللي هو الحاجات اللي بتختارها دكتور محمد فتحي كلها هتلاقي في الفريكونسي دومين مالها؟ بريودك وبريود 2 باي صح كده؟ بس هي عشان السيجنال بقى بريودك في التايم فهتلاقي ان السبيكترم بتاعها ماله؟ كونتينوس في الفريكونسي احنا قلنا هنعمل ايه بقى؟ قلنا طيب انا ترانسفورم ده ترانسفورم ظريف، طب انا ده ترانسفورم فريكونسي دومين بس ما ينفعش ان هو اشتغل بيه زي ما هو كده. المحاوره اللي فاتت يا شباب اتكلمنا على ان انا اي لو انا عندي كونتينوس سيجنال ممكن امثلها تمثيل كام بديسكريت سامبلز. واحنا بنتكلم عن سامبلنج المره اللي فاتت يا شباب قلت ان انا ممكن امثل السيجنال بتاعتي تمثيل تام، اخد السيجنال بتاعتي اعملها سامبلنج وارجعها تاني للتايم دومين مره تانيه من غير ما افقد ولا حاجه. صح يا جماعه؟ ده معنى ان انا امثلها تمثيل تاني تمام؟ بس دي كانت عندي سيجنال كان لو احنا نراجع فانا كنت بقول الكونديشن بتاعي ان السامبلنج فريكونسي تبقى اكبر من ضعف الباند. صح يا جماعه؟ السامبلنج فريكونسي تبقى اكبر من ضعف الباند التاني. طيب فانا هنا مساله معكوسه. المساله هنا بتقول لي ايه؟ لا ده انت عندك كونتينوس سيجنال بس مش في التايم دومين، الكونتينوس سيجنال هنا ايه؟ في انهي دومين؟ في الفريكونسي دومين، الاكس اوف جي اوميجا دي موجوده فين يا شباب؟ في الفريكونسي دومين صح؟ عايز السيجنال الكونتينوس في الفريكونسي دومين دي اعمل لها سامبل. لو انا عرفت ان انا اول حاجه يا جماعه السيجنال دي بيريودك صح؟ يعني معرفتي ب 1 بيريود بس، معرفتي ب 1 بيريود بس كفايه عشان اعرف بقيه السيجنال كلها، صح ولا غلط؟
لو انا بقى عرفت اخد من اللونج بيريود دول انف سامبلز بحيث ان انا زي كده ما في المره اللي في الاسبوع اللي فات عرفت ان انا اخد انف سامبلز لو حبيت اراجع بالسيلف كوتيه صعب. هنا لو عرفت اخد من اكس او جي اوميجا انف سامبلز بحيث ان انا لو حبيت ارجع لاكس او جي اوميجا مره ثانيه اعرف يبقى انا كده ايه يا جماعه؟ يبقى انا كده عندي السيجنال بتاعت ديسكريت في الفريكونسي وديسكريت اصلا في التايم. طيب تعالوا كده ناخد سامبلز في الفريكونسي دومين. فلو احنا جايين ناخد سامبلز في الفريكونسي دومين يعني انا عندي السيجنال بتاعتي بيريودك بيريود 2 باي هاخد من 0 ل 2 باي هاخد ان كابيتال سامبلز هاخد ان كابيتال سامبلز. قالوا كده يا جماعه؟ طيب هاخد ان كابيتال سامبلز من 0 ل 2 باي يبقى السبيسنج ما بين كل سامبل والتانية هيكون قد ايه؟ حلو قوي. يبقى انا اسامي السامبل اللي زي شباب هسميهم هي الكونتينوس سيجنال كان اسمها اكس او جي اون السبيس سيجنال. يبقى انا هبص مش على الاوميجا كلها هبص على عند النقط اللي هي 2 باي اي على بس دول هبص على الاوميجا. جميل قوي. الاكس او جي اوميجا عندي هي بتساوي الترانسفورم ده صح؟ هبص على الاوميجا 2 باي كي على ان صح يا شباب؟ يبقى الاكس اوف 2 باي كي على ان بتساوي سمشن من ان زائد ما لا نهايه، ما لا نهايه اكس اوف ان ايوس ماينس جي 2 باي كي على ان في ان صح كده؟ السامبلنج يا شباب في دومين لما اجي اسامبل في دومين بضرب في ترين اوف امبوتس يبقى انا كده اكني بضرب في ترين اوف امبوتس في الايه يا شباب؟ في الفريكونسي دومين كده صح؟ الفرق ما بين كل بطس والتاني هنا 2 باي على ان كابيتال تمام؟ السامبلنج ان دومين ذا ريبيت ذا سيجنال تو بي بيريودك ان ايه يا شباب؟ في الدومين التاني حلو؟ يبقى احنا هنا بنسامبل السيجنال في اي دومين هنا يا جماعه؟ هنا عملنا سامبلنج السيجنال في اي دومين؟ فريكونسي دومين. السيجنال هتبقى بيريودك في اي دومين؟ في التايم دومين. يبقى وي كان ماثيماتيكلي بروف ذا ان الاكس اوف 2 باي كي على ان هي عباره عن مش السبمشن بقى من صفر لما لا نهايه انما السبمشن هيبقى بكام؟ من صفر ل n-1 يعني الكلام ده عباره عن ايه؟ بصوا لو انا كان عندي x of n بالشكل ده اللي هي عباره عن فيها l capital non zero sample حلو؟ انت رحت اخدت السيجنال دي وعملت لها سامبلنج في الفريكونسي دومين اكنك اخدت السيجنال في التايم دومين وعملت لها كونفولوشن مع ترين اوف امبلسز. لو انت ترين اوف امبلسز في الفريكونسي دومين الفرق ما بينهم 2 باي على n هيبقى الفرق ما بين البلسز في التايم دومين اند كابيتال اند كابيتال. يبقى كانك اخدت السيجنال بتاعتك وكررتها كل ايه يا شباب؟ اند كابيتال. يبقى عندي سيجنال جديده اسمها اكس بيريودك اكس بي اوف ان يعني بيريودك فيرجن الاكس اوف ان تمام؟ اكس بي اوف ان دي هي عباره عن الاكس اوف ان واخدتها وكررتها كويس؟ ال x of 2 باي كي على n هي عباره عن ايه بقى؟ عباره عن السامبلز السيجنال دي يا شباب السيجنال دي لو انا جيت ابص على السيجنال البريودك دي هو الانسب ليها اعمل لها ايه؟ سيجنال بريودك وديسكريت في التايم نعمل لها ايه؟ فورير سيريز صح؟ هلاقي ان المعادله بتاعت الديسكريت تايم فورير ترانسفورم تقلب هي المعادله بتاعت ايه يا جماعه؟ بتاعت الديسكريت تايم فورير سيريز. تقلب المعادله بتاعت الديسكريت تايم فورير سيريز هلاقي الاكس اوف 2 باي كي على ان هي السبمشن من صفر لحد ان ماينس 1 اكس بي اوف ان اللي هو بيريود واحده يوز ماينس جي 2 باي كي على ايه يا شباب؟ كي على ان تمام؟ السيجنال بتاعتي اتكررت. مين هي الاكس بي؟ الاكس بي هي سبمشن من ما لا نهايه ما لا نهايه اكس اوف ان ماينس ال ان كابيتال يعني اخدت الاكس اوف ان بتاعتي وايه يا شباب؟ وكررتها. طيب انا هنا ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا بريبريزنت سيجنال ثانيه، السيجنال الثانيه دي اللي هي اكس بي اوف ان. طيب ايه علاقه اكس بي اوف ان باكس اوف ان؟ هي في الجزء ده صح؟ بس خلي بالك انا اخدت ان كابيتال سامبلز صح؟ في المحاضره السامبلنج يا شباب بتاعت الاسبوع اللي فات كنت بقول ان انا لازم اخد السامبلز بتاعتي كتيره بما يكفي ان ما يحصلش ايه ما يحصلش في الفريكونسي دومين ان السبيكترم تخش في بعضها صح؟ نفس الكلام هنا بس انا هنا خايف من الايزنج في انهي دومين؟ في التايم دومين انا خايف لما اجي اكرر السيجنال بتاعتي
خايف لما اجي اكرر السيجنال بتاعتي بدل ما يبقوا مخليها على بعض كده يحصل ايه يا جماعه؟ يدخلوا في بعض صح؟ يبقى انا الكونديشن اللي انا عايز اعمله، الكونديشن اللي انا عايز اعمله ان انا احطه على الانتي كابيتال هو ان الانتي كابيتال دي اختارها بحيث ان الفيرجن الثاني من السيجنال ما تخشش في الفيرجن الاولاني. يبقى انا عايز الانتي كابيتال بتاعتي تكون اكبر من or equal to اللينث بتاع السيجنال بتاعتي. يبقى الكونديشن يا شباب بتاعنا كونكلوجن هنا، لو انت كان عندك سيجنال في التايم دومين طولها 10 سامبلز يبقى اختار الان بتاعتك اللي هي السامبلنج اللي هتعمله في الفريكوانسي دومين 10 او اكتر. واضح يا جماعه؟ لو انت اخترت لو انت من صفر ل 2 باي اخترت 10 سامبلز او اكتر هتعرف كومبليتلي تريكفر السيجنال بتاعتك في التايم دومين مره ثانيه. واضح يا جماعه؟ واضح هنا الفكره ايه؟ يبقى هنا تيك ان سامبلز فريكوانسي دومين ريبريزنت سيجنال اوف لينث ال كابيتال ان تايم دومين بحيث ان الان تبقى اكبر من اور ايكوال تو ال. انا دلوقتي عندي هنا معادلتين، المعادلتين دول بنسميهم الديسكريت فورير ترانسفورم. وبعدين انت بيقولوا لي ايه؟ هم شبه بالظبط المعادلات بتوع مين؟ فورير سيريز. يقول لك اكس اوف كي عباره عن سمشن من ان صفر لحد ان ماينس 1 اكس اوف ان يوس ماينس جي 2 باي كي ان على ان ده بنسميها الانفرس اسف بنسميها الفورورد ديسكريت فورير ترانسفورم. الانفرس بقى اللي هي تاخد الكوفيشنز بتوعي الاكس اوف كي اضربهم في الكومبلكس اكسبوننشالز واقسم واحد على ان يطلع لي الاكس اوف ان مره ثانيه. واضح يا شباب؟ دي المعادلات بتاعت ايه؟ الدي اف تي. كويس؟ خلي بالكم هنا ايه؟ هنا الاكس اوف كي هنا الاكس اوف كي هنا في حاجه عندي هنا اسمها اكس زي كده الفري سيرو عندي اي 0 اي 1 اي 2 لحد اي ناينس 1 عندي هنا اكس كابيتال 0 اكس كابيتال 1 اكس كابيتال 2 لحد اكس كابيتال ان ماينس 1. كويس؟ يعني انا عندي تايم دومين اكس سمول اوف 0 اكس سمول اوف 1 اكس سمول اوف 2 لحد اكس سمول اوف ان ماينس 1 عندي فريكونس دومين اكس كابيتال اوف 0 اكس كابيتال اوف 1 اكس كابيتال اوف 2 لحد اكس كابيتال اوف ايه يا شباب؟ اوف ان ماينس 1. واضح؟ واضح يا شباب لحد دلوقتي كان بيعمل ايه؟ يبقى انا كده عرفت عندي فيكتور عندي فيكتور في التايم دومين طوله ال عملت له دي اف تي دي اف تي بسمي بقى دي اف تي بقول دي اف تي اوف سايز اند كابيتال. اختياري للاند كابيتال ان هو اكبر من ايكوال تو ايه؟ ال. هيكون عندي ال سامبلز في التايم دومين وعندي ان سامبلز في الفريكونسي دومين. بس بيني وبينكم عاده بنتكلم على ان عندي ان سامبلز برضه في التايم دومين. الان سامبلز دول فيهم ال سامبلز الاصليين والباقي ايه يا جماعه؟ والباقي ايه تفتكروا؟ فيبقى عندي ان سامبلز في التايم وان سامبلز في الفريكونسي. بس دول اصل الان سامبلز دول هو ال بس. هكمل الباقيين بايه؟ بزيروز بالظبط كده بالظبط. انا هبص على السيجنال بتاعتي ليه ببص بالشكل ده؟ لان لو انتوا جيتوا تبصوا هنا لو جيتوا تبصوا هنا هتلاقوا السيجنال بتاعتكم موجوده من صفر لحد ال ماينس 1 والباقي حصل فيه ايه؟ الباقي حصل فيه ان هو اتملى بالصفار اتملى بالصفار. واضح يا جماعه؟ ليه املى باقي سيجنال سورس كان ممكن احط الان قد ال نيجاتيف 1؟ انت ممكن تختار ان تساوي ال بس طيب هسال سؤال ليه احيانا نختار الان اكبر من ال؟ ترى اكبر من ال بشويه كويسين ليه نعمل كده؟ ايه الموتيفيشن ممكن يكون عندنا؟ الايه؟ لا احنا مش بنعمل فلتر ان انا خالص معنى ان انا بختار ان كبيره ان انا بعمل ايه يا شباب من صفر ل 2 باي؟ باخد سامبلز اكتر صح؟ يبقى انا شايف الفريكونسي دومين بريزولوشن اعلى صح؟ شايف لو الفريكونسي دومين كان شكله عامل كده وانا اخد سامبلز كتيره اجي ارسمهم كده جنب بعض يطلع لي شكل شبه ايه يا شباب؟ شبه الكونتينوس سيجنال الاصليه صح؟ انما مجرد اختياري الان بتساوي ال ده كده كفايه. انما لو انت عايز تحسن الريزولوشن تشوف بشكل احسن الفريكونسي دومين هيكون شكله عامل ازاي افرض انت عايز في عندك سيجنال وعايز السيجنال دي تشوف شكلها في الفريكونسي دومين عايز تشوف شكلها في الفريكونسي دومين يبقى هتعمل ايه؟ اختار الان اكبر شويه من ايه؟ من ايه؟ خليني اوريكم اكزامبل كده
مش عارف لو انا كان عندي ريكت في التايم دومين بتقدر ايه في الفريكوانسيز؟ تقدر تسجل صح؟ تقدر تسجل في الفريكوانسيز. انا دي ما قريتهاش في المجموعه اللي فاتت فهرجعها لكم بقى المره الجايه ان شاء الله. بص لو انا عندي اكس سالب 3 وانز كده خلينا نقول 5 وانز كويس؟ ديركت المفروض في الفريكوانسيز تقدر مين؟ اللي في سجل تعالوا كده لو قلت x كام ده سيبني اف اف تي x دي على طول تعالوا نشوف العمليه الاف اف تي يعني هو بيجيب دي اف العمليه دي معناها ايه؟ معناها ان هو الاف اف تي دي بتاخد تو بارامترز تاخد الفيكتور تاخد الان الان هنا اخترق خمسه اللي هو طول نفسه تفتكروا ده يا جماعه الفكت بتاعه ايه شكل الاكس بي لو انا الاكس بتاعت 5 وانز وانا مختار الان بتاعتي الان بتاعتي مختارها بخمسه شكل الاكس بي اللي هي بعد ما اكررها شكل الاكس بي على بعضها شكلها عامل ازاي؟ 5 وانز ولازق فيهم 5 وانز ولازق فيهم 5 وانز ولازق فيهم 5 وانز شكلها كان عامل ازاي؟ ورا الدي سي الدي سي ده يا جماعه لما اجي اشوفه في الفريكوانسي دومين هيطلع ايه؟ هيطلع كام كوفيشن؟ دي 3 كوفيشن واحد بس كوفيشن واحد بس صح؟ تعالى كده نشوف اكس كابيتال بتساوي اف اف تي طلع ايه؟ طلع كوفيشن واحد بس قيمته 5 والباقي ايه؟ سبورت لا بس ده مسليني ده مسليني صح؟ حاجه كده ده غير اللي انا نفسي اشوفه انا نفسي اشوفه اشوف سن عايز تشوف سلك صح؟ عايز تشوف سلك عايز تشوف الاكيورسي اعلى. لو انت جربت تقول اكس بتاعتك تساوي اكس مش خمسه بقى خليها 1024 بس كويس؟ وتعالوا نبلوت الابسولوت فاليو على الاكس. الرسمه شكلها عامل ازاي؟ طلعت هي السن اللي احنا متعودين عليها اللي هي مكتوبه محمد فرق بس انا هنا رسم الابسولوت بقى ما هي رسم بس الابسولوت اللي هي ساين على ساين. فان اكس على لا انت مكتوب عليها فتحي لو انت عندك 5 وانز وجيت تجيب لها بس انت لسه ما خدتهاش انت نعم هي ساين عدد الحايل على ساين ساين عدد الحايل على ساين كبير بالظبط بالظبط تمام فدي لسه ما خدتهاش اظن الاكزام ده ما خدتهوش مش عارف طيب بس على كل حاجه ده هيكون شكلها ده هيكون شكلها طيب هل هل هنا غيرت في سجن اي حاجه؟ غيرت هنا في سجن اي حاجه؟ ما غيرتش هنا في سجن اي حاجه، حاجة هنا غيرتها هو الدي اف تي سايز بتاعي. طب هو لما خلينا نتفق على حاجه، ده كان اصلا الشكل اللي وصلنا ده هو الشكل الاصلي للترانسفورم الاكس اوف جي اوميجا شكلها عامل كده. المره الاوليه لما اخترت الدي اف تي بتاعي بخمسه لما السايز ده كان بخمسه اخذ خمسه سامبلز من صفر 2 باي فين الخمس سامبلز اللي اخذها؟ اخذ السامبل دي والزيرو ده والزيرو ده والزيرو ده والزيرو ده يبقى اخذ 1 واربع اصفار هو ده اللي اخذه كويس؟ واضح يا جماعه؟ تفتكروا لو انا خليتها بدل ما خمسه تبقى ب 10 تفتكروا شكلها هيكون عامل ازاي؟ تعالوا نبص كده سوا عامل ايه؟ اخذ اول سامبل هنا وتاني سامبل هنا وتالت سامبل هنا ورابع سامبل هنا وخمسه هنا وسته هنا وسبعه هنا وثمانيه هنا وتسعه هنا وعشره هنا صح؟ اخذ 10 سامبلز من الزيرو تو باي قرب للشكل الاصلي بس كل ما تزود خليهم 20 كل ما تقرب للشكل الاصلي اكتر صح يا جماعه؟ خلي بالك المعلومات هي هي انا بشوفها بس بشكل ادق بشوفها بس بشكل ايه يا جماعه؟ بشكل ادق واضح؟ واضح الكلام ده ولا ايه؟ واضح شباب؟ واضح عند الناس كلها؟ طيب جميل جدا
تمام؟ زي الفوري سيريز، الفوري سيريز مش عارف بيبقوا برضه بيريودك صح؟ يعني الاكس اوف كي هي كمان بيريودك، لو انت جاي تحسب كده اكس اوف كي بلس ان جرب كده تخلي اكس اوف كي بلس ان هتبقى كده يوس 1 جي 2 باي كي بلس ان كابيتال صح؟ فان على ان هتطلع افصلهم 2 تيرمز ونروح في بعض واحد منهم هيساوي واحد خلاص؟ يبقى الاكس اوف كي بتساوي اكس اوف كي بلس ان تمام؟ جميل جدا. فهو بيقول لك هنا equations are similar to discrete time Fourier series except that the factor of 1 على n is in the endless transform with the forward transform. بس in discrete time, the discrete time Fourier series بنحط ال x of k بتبقى هي واحدة على n هنا وال x of n هي عبارة عن the coefficients والروين في البعض خلاص؟ دكتور اتفضل هو يعني عشان اربط بس احنا دلوقتي لو عندنا كده كونتينوس سيجنال في التايم بعد كده هتبقى في الفريكوانسي هتبقى عباره عن عندنا لا ما عندناش كونتينوس سيجنال ابريودك سوري ابريودك سيجنال ديسكريت ديسكريت صح يعني انا قصدي احنا كل ده شغالين على ديسكريت صح صح انا عايز اعرف ايه علاقه ده بالتايم في الاخر انا سيجنال عندي في التايم الخطوه الجايه يعني دي هنشوف فيها بقى ده اللي ايه ده اللي يكون متراكت بالظبط في المبنى طيب يا شيخ اهو بص adding frequencies from x of j omega ل x of k هنقول الوقت خطوة خطوة ماشي؟ for a discrete signal x of n that has x of j omega x of k x omega الاوميجا بتاعتي من periodic من كام من 0 2 pi x of k الصفر اللي corresponding to 0 وال 2 pi corresponding to كام؟ ل n capital صح؟ صح كده احنا قلنا هناخد n capitals من 0 2 pi Note that x of k has n coefficients. يعني صفر n minus 1 coefficient x n x of n هو x of 0. زي كده x of 2 pi هي x of 0. x اي بقى بص يا شباب اي x اي اوميجا نود في الاوميجا دومين اي اوميجا نود في الاوميجا دومين هتتمام لانهي k في الدي اف دومين بصوا ال 2 باي هتبقى مبدل كام؟ لان كابيتال لو عندك فريكونس كان اسمها اوميجا نود هتبقى مبدل لان كي اللي هو من صفر لحد ان كابيتال يبقى هقول اوميجا نود بصوا يبقى اوميجا نود فان على 2 باي واضحه يا جماعه الحته دي؟ واضحه؟ يعني انا مش عايز اناك الفريكونس اسمها باي ريكوست اللي اسمها باي دي في الدي اف تي دومين بتعني انهي اندكس انهي كي الباي هتبقى عباره عن باي على 2 باي في ان هتبقى ان كابيتال على 2 الباي هي في نص الباند من 0 ل 2 باي صح؟ الان على 2 هو الاندكس اللي في النص من 0 ل 2 لان كابيتال واضح يا جماعه؟ لو باي على 4 هتبقى كورسبوندنج ان على 4 مثلا واضح؟ واضح شباب؟ واضح الحته دي ولا ايه؟ طيب اسف لو باي على 2 هتبقى كورسبوندنج ان على 4 طيب ده كده ايه؟ بصوا بقى لو انا جيت سالتك السؤال العكس ال كي دي اف تي كوفيشن يعني كوفيشن رقم 5 بالنسبه لك ده كورسبوندنج لانهي فريكونسي؟ ده كورسبوندنج لانهي فريكونسي؟ هتمشي بالعكس هتقول انا عندي ال 2 باي بقى مره ثانيه كورسبوندنج ل ان او ال ان كورسبوندنج ل 2 باي يبقى ال كي ان جنرال هتبقى كورسبوندنج ل 2 باي على ان في كي لان احنا قلنا الفرق ما بين كل اي ما بين كل اندكس هنا والاندكس اللي بعده 2 باي على ان مش احنا شغال عملنا سند 2 باي على ان يبقى السند رقم 5 كورسبوندنج للفريكونسي 5 2 باي على ان واضح الحته دي ولا ايه؟ واضح؟ مهم قوي الرسمه دي بقى عايزكم يعني ايه تسمع في الشرح بقى الدومين ده اسمه دي تي اف تي دومين هنا الفيريبل هنا اسمه اوميجا ده من صفر ل 2 باي وكونتينوس حلو في الدي اف تي دومين عندي من صفر لحد ان كابيتال كويس ان جنرال السامبل رقم كي في الدي اف تي دومين هتبقى ماب ل 2 باي
كي على ان في الاوميجا دي. واضح يا جماعه الحاجه الحته دي؟ واضح؟ حلو جدا. تعالوا بقى الصفحه اللي بعديها هي اهم صفحه هنوقف عندها. انتوا مجموعه جميله والله العظيم مجموعه جميله. تمام؟ في الكونتينر عندك كونتينر سيكس. انا متخيل بجد لو كان مجموعتين الحاجه بتاعته كان زمان مثلا اخذنا كورسين وقت الكورس اللي احنا ماشيين. كونتينر سيكس يا شباب. عندنا كونتينر سيجنال مش انت كنت تسال بقى طيب اعرف انت بالتايم وانا عندي ريز بسكن وعندي نوتس وعندي ايه بقى نلم الدنيا دي ازاي؟ عايزين نلم الدنيا دي في رسمه بس هنلم الدنيا دي لازم في رسمه. يعني عايزين نطلع من الكورس برسمه دي. الرسمه دي اهم حاجه عندنا مهمه جدا جدا. خلاص؟ يعني دي اللغه اللي هنتكلم بيها بعد كده في الكورسات الثانيه. ماشي؟ عايزين نبقى فاهمينها بس. دلوقتي انت عندك سيجنال تايم ليمت مهمه جدا تبقى السيجنال دي فاهمين ان هي تايم ليمت. تمام؟ السيجنال تايم ليمت دي طولها في كام؟ بالتايم. Somehow ليها برضه باندويث اسمه بي. كويس؟ انا عندي هنا حاجتين. احنا قلنا يا شباب بنتعامل ان جنرال ده اللي اخدناه في الكتاب مع اكس اوف اوميجا صح؟ اللي هي اليونتس بتاعتها ريديانس في السكند. تمام؟ صح شباب؟ و او بنتعامل بالفريكونسي اللي انتوا احيانا كتير بتستخدموها اللي هي الهرتز صح؟ السيجنال بتاعتك بيكون ليها باندويث يا اما بي هرتز. لو هي كان ليها بي هرتز باندويث يبقى ليها باندويث كام يا شباب من ريديانس في السكند؟ 2 باي بي كابيتال ريديانس في السكند. صح يا شباب؟ جميل قوي. احنا دلوقتي السيجنال بتاعتك كونتينوس في الطاقه مش عاجباني كده عايز اعمل معاها ان هي ديسكريت في الطاقه. هعمل ايه؟ هعمل لها سامبلينج في تايم دومين. هعمل لها سامبلينج في تايم دومين. اسامبلت فيرجن. الفريق تصميم السامبلينج تايم اللي هتختار بي تي اس. كويس؟ هسميه تي اس. السامبلينج فريكونسي هسميه 1 على تي اس هرتز او 2 باي على تي اس رينيس بس. خلاص؟ السيجنال الجديده اللي اسمها اكس اس اوف تي دي هي عباره عن اخدت سامبلز بس اللي هو السامبلز الحمراء دي وضربتهم دول كلهم عباره عن ايبوسس موجودين ضربوا في السيجنال بتاعتي فطلعت الايبوسس بتاعتي ويتد بالسامبلز او القيم بتاعت السيجنال بتاعتي عن اماكن السامبلز دي فالسامبلز بتوعي زي ما انتم شايفين كده موجودين عن تايم زيرو عن تايم تي اس 2 تي اس 3 تي اس طول السيجنال دي ال سامبلز طول السيجنال دي ال سامبلز خلاص وبالتالي اخر واحده هناك دي هي عباره عن ال ماينس 1 عن تايم ال ماينس 1 في تي اس. واضح الكلام ده؟ فاهم شباب؟ الكلام ده انا عملت سامبلينج في التايم دومين. الكلام ده هيبقى معناه ايه يا شباب في الفريكونس دومين؟ السبيكترم هيحصل له ايه؟ هيتكرر كل قد ايه؟ كل واحد على تي اس هرتز او كل 2 باي على تي اس ريتنس في السكند. حلو؟ وبالتالي فزي ما انتم شايفين كده السبيكترم بتاعي اللي هو ده الاصلي اللي هو من ماينس بي هرتز او من ماينس 2 باي بي ل 2 باي بي في ريديانس في السكند اتكرر كل قد ايه؟ اتكرر كل ان اس اللي هي المدى على تي اس او اتكرر كل اوميجا اس اللي هي ايه يا شباب؟ 2 باي على تي اس. واضح الكلام ده؟ حلو قوي. ركزوا بقى معايا جدا. الرسمه دي رسمه مهمه قوي. يبقى انا السيجنال عندي متكرره كل اف اس او كل 2 باي في اف اس اللي هي اوميجا اس البي اللي هنا دي البي اللي هنا دي لو انا جيت ابص عليها في الدومين اللي اسمه اوميجا اللي هو الريديوس في السكند هيبقى عباره عن 2 باي بي. طيب دلوقتي انتوا مع الدكتور محمد فتحي ما كنتوش بتتعاملوا بالشكل ده. لا انتوا كنتوا بتتعاملوا مع سيجنال السامبلز بتوعها السامبلز بتوعها الاكسس بتاعهم مش صفر وتي اس و2 تي اس و3 تي اس انما كان الاكسس بتاعي كان اسمه مش تي كان اسمه ايه؟ ام.
ودول ما كانوش صفر وتي اس واتنين تي اس واتنين تي اس، انما كانوا ايه؟ صفر وواحد واتنين وتلاته ناقص. نعم؟ لا هو هو مش هو وكأن تي اس واحد، وكأن تي اس واحد صح؟ وكأن تي اس واحد تمام؟ بس هو في الحقيقه انا بيكون قصدي السامبل رقم صفر والسامبل رقم واحد، السامبل رقم اثنين يعني سامبل صفر والسامبل الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه وهكذا، اللي هي ممكن ممكن تترجم وكأن تي اس واحد. بس انا لما اجي ابص على سيجنال سكريت يعني مش عايز يروح في دماغي ان تي اس واحد، لا انا عايز ما عجبكوش ولا ايه؟ نعم؟ احنا هنا يا شباب لما اجي ابص على سيجنال سكريت مش عايز افكر فيها ان هي سامبل تي اس واحد، لا انا عايز افكر في تو بارامترز. عندي رسم سيجنال سكريت وعندي بارامتر تاني اسمه اف اس او تي اس. الاثنين سوا هيكلموني السيجنال بتاعتي. معايا؟ يعني مهم ان انا اعرف ان السيجنال دي اللي هم اللي هي الاندكس بتاعهم 0 1 2 3 4 دول سامبلز للسيجنال، كان سامبل بسرعه ولا سامبل ببطء ولا ايه بالظبط؟ ماشي؟ طيب بس مع مره ثانيه على طول حتى الفرق ايه؟ انا مع اندكس 0 1 2 3 4 وبالتالي كانت الاوميجا بتاعتي كانت علشان الديسكريت الفريكونسي كونتينيوس الديسكريت ابريوريك صح؟ اه يبقى الفريكونسي كونتينيوس ما كنتش عارف اتعامل معاه. ليه دلوقتي قسمنا لايك كونتينيوس؟ لا انا دلوقتي بحكي القصه كلها. دلوقتي بحكي القصه كلها، هنوصل دلوقتي لاتشر سكريت. هنوصل لاتشر سكريت ماشي؟ ايه بس اصل اصل السيجنال اصل السيجنال انا دلوقتي ماسك سيجنال اصلا كان كونتينيوس. حلو؟ ايه يا جماعه؟ السيجنال عندي اصلها كونتينوس ماشي؟ فواخدها خطوه خطوه لحد ما اروح للدي اف تي. ايه كانت كونتينوس؟ ديماند في المايه. عملت لها سامبلينج فالسبيكتر والكارب. ببص عليها في التايم دومين، ببص عليها في الفريكونسي دومين، ببص عليها في الاف اللي هي انبوت، ببص عليها في الاوميجا اللي هي انجريدينت سكند صح؟ دلوقتي اخدت خطوه كمان، ايه الخطوه كمان دي؟ قلت تعالى السامبلز دول انا على طول انا بحكي اتعامل معاهم مش صفر تي اس واتنين تي اس واحد تي اس، لا كنا عامل صفر واحد واتنين تلاته. الاكسس اللي هنا ما كانش من صفر، ما كانش بيتكرر سيجنال بتاعتي من صفر كل الام اس ولا من صفر الاوميجا اس، انما من صفر كام؟ 2 بار صفر 2 بار. تعالوا بقى نبص في الحته دي كده. دلوقتي السيجنال بتاعتي في فريكوس ميل من صفر ل 2 بار حلو، بتتكرر من صفر او او هي الكيلو بتاعتها من صفر ل 2 بار. انا لو كانت السيجنال بتاعتي الباندوث بتاعها بي، الباندوث ده في الدومين اللي اسمه اوميجا ديسكريت، ده الباندوث ده اللي في الدومين اللي اسمه اوميجا ديسكريت ده هيترتب لكام؟ يعني ايه؟ يعني انا قلت انا عندي الباندوث اللي اسمه بي دوتس اترجم للدومين اللي اسمه اوميجا كونتينوس اللي هو الريدنس بالسكند ل 2 باي بي. دلوقتي بسالك سؤال تاني، هو ده هيترجم للدومين اللي اسمه اوميجا ديسكريت لكام؟ خلي بالك الاوميجا اس اترجمت ل 2 باي، الاف اس اترجمت ل 2 باي معايا يا شباب؟ يبقى البي الهرتز هتترجم لكام؟ لبي على اف اس. ماهي البي لا لا لو لا لما انا كنت بتكلم في الدومين ده كانت السيجنال بتاعتي بتتكرر كل اف اس، بتكلم في الدومين ده السيجنال بتاعتي بتتكرر كل 2 باي، يبقى البي هنا لما تترجم في الدومين ده هتبقى تساوي كام؟ بي في 2 باي على كام يا شباب؟ على اف اس. واضحه الحته دي؟ يعني لو كانت لو انت كان عندك البي دي الباندز بتاعك 10 كيلو هرتز والاف اس اخترتها ب 40، البي ب 10 والاف اس ب 40، الكلام ده وديته للديسكريت دومين، فبقت اليونتس اللي عندك هنا دي 2 باي. يبقى هنا ال 40 كيلو هرتز كورسبوندنج ل 2 باي،
يبقى ال 10 كيلو هرتز يبقى كورسبوندنج لكام؟ لكام يا شباب؟ لباي على بي. الله ينور عليك، الله ينور عليك. واخد الحته دي؟ واخد الحته دي؟ يعني انت لو شفت كده سيجنال، انت جايب لك سيجنال كده في الدومين اللي اسمه اوميجا ده، كويس؟ والباندوث بتاعها باي على 2. طب باي على 2 دي عايز افهمها ان هرتز. ما ينفعش تقول لي كده على طول، لازم تقول لي السامبلنج تايم بتاعها كام؟ قلت لك السامبلنج تايم بتاعها كام؟ 40 كيلو هرتز. يبقى تقول لي خلاص الباي على 2 دي هتبقى كورسبوندنج لباي على 2 ل 2 باي ل 2 باي. الباي على 2 دي بتساوي بي في 2 باي على ال 40 كيلو هرتز، وبالتالي البي بتاعتي دي هي ال 10 كيلو هرتز. واضح يا جماعه الحته دي؟ واضح؟ ناخدها بقى في كمان اكسس تاني هتلاقوه موجود في الماتش لاب، الناس بتتعامل بيه كتير قوي وفي بيبرز وحاجات كده. زي ما هنا شايف لي عندي في الكونتينوس دومين عندي اف وعندي اوميجا، فعندي في الاسكريت دومين اوميجا سكريت وعندي حاجه اسمها اف نورمالايزد او اف سكريت. العلاقه ما بين الاف والاوميجا هنا يا شباب ان الاوميجا بتساوي 2 باي اف، صح؟ نفس العلاقه ما بين الاوميجا سكريت والاف نورمالايزد. الاف نورمالايز هي اوميجا على 2 باي، ماشي؟ يبقى لو هنا دي بتتكرر كل 2 باي يبقى هنا يا شباب هتتكرر كل قد ايه؟ كل 1، كل 1. يبقى لو الباندوث بتاعك كان 10 والسامبلنج فريكونسي بتاعتك كانت 40 يبقى الباندوث بتاعك في الدومين ده هتبقى كام؟ هتبقى ربع على طول، كويس؟ هتبقى ربع، هتبقى 10 على 40 اللي هي ربع. واضح يا اخوانا؟ واضح الحته دي؟ ايه الحاجه الاخيره بقى دلوقتي اللي اتكلمنا عليها في المحاضره دي؟ الحاجه الاخيره اللي اتكلمنا عليها في المحاضره دي هي الدي اف تي. الدي اف تي انت قلت هتسامبل البيريود الواحده اللي هي من 0 ل 2 باي هتعملها سامبلنج بكام يا شباب؟ ده هو ان سامبلز. يبقى الصفر كورسبوندنج لسامبل رقم 0، الاف اس كورسبوندنج لسامبل رقم كام؟ ان كابيتال. يبقى لو انا قلت لك قول لي ايه هو الاندكس بتاع السامبل الكورسبوندنج لباندث بي هرتز، الكورسبوندنج لباندث بي هرتز هو ليه مش كده شويه؟ لان انا حطيت الاند كابيتال زي بالظبط كده، ما السيجن بتاعتك بيريودك من صفر ل 2 باي والاكس اوف 0 والاكس اوف 2 باي بيساووا بعض، صح كده؟ فهنا دي من صفر برضه الاند كابيتال والاكس كابيتال اوف 0 والاكس كابيتال اوف اند كابيتال بيساوي ايه؟ بيساووا بعض، ماشي؟ الاند رقم واحد قبلها، الاند ناقص واحد قبلها، ماشي؟ طيب يبقى هنا يا شباب اول ايه؟ اول اند لو انا كان عندي سيجنال بباندويث 10 كيلو هرتز والسامبلنج تايم بتاعي 40 كيلو هرتز، كويس؟ والاند بتاعتي ب 100 وقلت لك قول لي ايه هو الاندكس بتاع اللي موجود عندك في الدي اف تي دومين الكورسبوندنج لل 10 كيلو هرتز. هنحسبها ازاي؟ هقول ان انا البيريود كلها دول 100، كويس؟ دول 100 سامبل. انا بقول لك ربع الدومين ال10 كيلو هرتز دي بالنسبه للاف اس هي ربع الدومين، صح يا شباب؟ يبقى هيبقى كام يا شباب؟ 10 على 40 في 100 اللي هي دي كام؟ 25. يبقى انا جيت طلبت منك قلت لك ايه؟ طيب بص انت عندك ده بقى ترجمه الحاجات في الفيلترز المختلفه. لو سمحت اعمل لي ديزاين لفلتر، الفلتر ده لسيجنال ساندل بمثلا 100 كيلو هرتز، 100 كيلو هرتز، والفلتر ده عايزه في الديسكريت دومين، عايزه لو باس فلتر بياخد بس الفريكونسيز اللي اقل من 30 كيلو هرتز وبيصفر الباقي. مش ممكن تقول لي ده عامل ازاي؟ يعني انا عندي دلوقتي اف اس بتساوي 100، الباندوث اللي انا عايز ابص عليه كويس هو 30، كويس؟
الان عايزين نعمل فلتر بالشكل ده في الدي اف تي دومين، ايه اللي احنا محتاجينه تاني؟ محتاجين الان. الان صح؟ محتاجين الان، قول الان بتاعتك منين؟ قول لي هتعمل الفلتر ده ازاي؟ ايه الانبوت بتاعك يا شباب؟ الانبوت بتاعك سيجنال صح؟ سيجنال اسمها اكس اوف ان. الاكس اوف ان دي فيها سم سامبلز والباقي صفار صح؟ بحيث ان عددهم كلهم كام؟ لان الكابيتال اللي هو 100. عملت لها دي اف تي صح يا شباب؟ طلع لي فيكتور عدد السامبلز فيه كام؟ عدد السامبلز فيه كام؟ الدي اف تي، الدي اف تي بياخد ان سامبلز في التايم دومين ويطلع لي كام سامبل في الفريكونسي دومين؟ ان سامبلز واحده، ان سامبلز واحده صح شباب؟ يبقى الدي اف تي بياخد ان سامبلز في التايم دومين ويطلع لي ان سامبلز في الفريكونسي دومين تمام؟ طيب انا بقول لك بقى المعلومات اللي هناك دي، يعني انا دلوقتي عندي ان سامبلز اهو 100 سامبل اسمهم اكس اوف تي، دول اسمهم اكس اوف تي، ادي من اول سامبل رقم 0 حد سامبل رقم 99. بقول لك يا صاحبي اتصرف لي في السامبلز دي بحيث ان انت تعمل لي لو باس فلتر، لو باس فلتر بيحتفظ بس لحد 30 كيلو هرتز وبيموت الباقي، وانا المعلومه اللي بديها لك ان كانت تقسم كام؟ 100 كيلو هرتز. ممكن تقول لي ازاي هتعملها دي؟ دي البي بي على الاكس ان ايش يعني حول الكي فلتر، يعني انا كده عايز اشوف من 30 كيلو هرتز هترجم لاجل الاندكس صح؟ هترجم لاجل الاندكس، يبقى هقول الكي بتساوي كام؟ 30 على 100 في كام؟ في كام؟ في 100 صح؟ يبقى انا هنا عندي الاندكس، الاندكس بتاعي كام؟ 30. يبقى 30 كيلو هرتز دي معناها ان انا هتحرك هنا عند السامبل رقم 30، عند السامبل رقم 30 هعمل ايه بعد كده؟ هضرب اللي بعديها في صفار وهضرب اللي هنا في كام؟ في واحد. يبقى انا كده يا شباب عملت الفلتر اللي انا عايز اعمله في انهي دومين؟ الديسكريت دومين. واضح يا شباب؟ واضح الحته دي؟ خلي بالك صحيح ان انا هنا بضرب فيكتورز بس فاهم، انا فاهم ان انا عارف ان انا هتقسم كام؟ انا فاهم ازاي الحماه الارقام اللي في الكونتينوس دومين للديسكريت دومين. واضح يا شباب ولا ايه؟ دي اهم حاجه، من اهم حاجه انت عايز تخرجوا منها الكورس، ازاي الصوره الكليه دي كلها ازاي بتتربط مع بعضها. واضح؟ واضح يا شباب؟ في حاجه احنا شرحناها ما استخدمناهاش تقريبا، اللي هي ايه؟ لما خلاها في الديسكريت اخد كيلو منها، يعني عندي مثلا طولها ال وبعد كده ال دي افضل كل ال اكررها. لا ده عشان نوصل للاثبات اصلا بس، انما انا مش هعمل بيه حاجه. ماشي؟ واضح يا جماعه؟ واضح؟ كلام فاهم مفهوم؟ انتوا ناس جمال. نكتفي بهذا القدر من رقم